شفتوا كيف كان شعري من سنة لهلا منتف وتعبان؟ كلياتكم عم تكتبوا لي ميمي قولي لنا شو عملتي لشعرك لحتى صار هيك، لانكم انتم متابعيني وبتعرفوا قديش كنت احكي لكم عن شعري انه تعبان ومنتهي، وكان عندي بقعة هيك منص راسي، طبعا انتم شايفين كيف طولت شوي، كان ما فيها شعر ابدا. اشتغلت على حالي الحمد لله وصار عندي شعر كتير منيح وكمان عبي وصحي. اليوم رح احكي لكم بالكامل شو الشيء اللي انا استخدمته وطريقه روتيني كلياتها لحتى يكون عندك شعر صحي ولامع وعبي. ورجعت لكم فيديو جديد، اهلا وسهلا فيكم بقناتي ميمي بيوتي. بعد زمان اللي زمان ما نزلت لكم فيديوهات، اشتقت لكم كثير كثير كثير. ما اشتقتولي؟ مين القلوب الحمراء؟ بشوف مين اشتقلي. كثير اجاني كومنتات طبعا بعد ما شفتوا شعري الحمد لله كيف صار، وعم يجيني كثير اسئله، ميمي كيف صار شعرك هيك؟ ميمي كيف شعرك صار عبي؟ طبعا لانكم كنتم متابعيني وبتعرفوا قديش شعري كان مهتري وتعبان ومنتف، جبت اولادي كلهم ورا بعض، وصار عندي كثير تعب نفسي، هر شعري كلياته، طلع عندي هون هيك يعني مثل شو بيقولوا له مثل صلعه بالراس، ما كان فيها شعر بنوب، يعني الحمد لله رجع صح شعري كلياته تمام وصحي. رح احكي لكم انا هلا شو عملت، شو استخدمت وروتيني بالكامل، شو بستخدم بعد الحمام، وكيف طريقه تنشيف شعري، كيف طريقه تمشيط شعري لحتى شعري ما يهر، لحتى ما يكون ناشف يكون تعبان. كل هاي الشغلات رح احكي لكم عنها اليوم بهذا الفيديو. بس بالاول وكالعاده اذا اول مره تشوفوني مو مشتركين بالقناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد انا بعمله، وحطوا لي لايك حلو مثلكم، ويلا نبلش. هلا رح قلكم الوصفة وبعدين رح احكي لكم طريقة استخدامها، شو التونر اللي انا بعمله بالبيت خاص لشعري لحتى ما يتأثر شعري بالشامبويات الكيماوية والكلى الرصاص، حتى ما يتأثر بالمي الكلسية، شو بستخدم لشعري كمان من البيت لحتى ما ينشف ما يقصف ما يتم تعبان، كلياتها هي بعد الحمام، كل شيء انا بستخدمه لشعري رح احكي لكم اياه بهذا الفيديو. بالاول رح نحكي الوصفة اللي هي طلعت لي شعري، وخصوصا المكان اللي ما كان فيه شعر رجعت قوت لي شعري بشكل كثير رهيب. وهي الوصفة بدي اقول لكم انه هدول الحبوب قبل ما تستخدميهم لشعرك إذا حابة تشوفي نتيجتهم جيبي أي نبتة، أي نبتة عندك ميتة، أي وردة ميتة، واستخدمي لها كل يوم حبة مع شوية مي وحطيها على الجذور وشوفي هاي النبتة شلون رح تقوى، لأنه الهرمون اللي بهذا الحب كتير هرمون قوي ورائع. طبعا انتو بتعرفوا كلياتكم حبوب مانع الحمل وقت اللي نحن بناخدها كستات قديش بتقوي الشعر بجسمنا، بتقوي الشعر بشكل كتير كبير، وهذا اكبر سبب من الاسباب اللي هي نحن ما بناخد يعني كتير حبوب مانع الحمل لهذا السبب، وتخربط كتير الهرمونات بالجسم لانه كتير هي قوية. بس انا ما بدي اياكي تاخديها، انا بدي اياكي تضيفيها على المكان اللي هو عندك كثير قليل شعر او على جذور شعرك. هلا انا ما رح احكي لك الطريقه، بتجيلي ظرف مانع حمل اي نوع اي ماركه اللي بدك اياه من اي صيدليه، بتجيبي زيت الخروع نباتي ما يكون منكه لا بالموز لا بالفريز، لا زيت خروع صافي عادي، بتطحني الحبوب مانع الحمل وبتحطيهم بقلب عبوه زيت الخروع، بترجيها كثير منيح، بتنحط بالبراد من المساء يعني من الصبح للمساء او من المساء لتاني يوم. وقبل ما تستخدميها كمان لازم تتمي ترجيها كثير منيح، تشيلي الزيت وبتدهني بس على الجذور تبع شعرك مو على شعرك كلياته، بس على الجذور مرتين بالاسبوع كافي انك تعملي هي الوصفه، كثير رائعه ومنيحه. لازم تخليها على شعرك من 4 لـ 6 ساعات اقل شيء، بتقدري تعمليها ايمت ما بدك بس مرتين بالاسبوع بكفي. اذا كان عندك منطقه فيها من هون فيها فراغات كتير يفضل انك تشيلي كل يوم وتدهني على المكان اللي ما فيه شعر ابدا، يعني خصوصا اذا كان مثل انا ما حكيت لكم انه انا كان عندي هون مكان ما فيه شعر نهائي، فكنت ادهن يوميا فوق بعضه يوميا ادهن عليها، بعدين صرت ادهن على كل شعري وجذور شعري مرتين بالاسبوع. بعد 4 أو 6 ساعات بتقدري تغسلي شعرك وبتتحممي باي نوع شامبو، بالشامبو اللي انت بدك اياه، مي كلسيه غير كلسيه، بتطلعي من الحمام يكون عندك تونر خاص، هذا التونر بتقدر تعمليه من البابونج او من القريص،
بتجيبي عشبة القراص، بتحطيها بكاسة أو البابونج، بتجيبي مي تكون سخنت، بتضيفيها عليهم، بتغطيها وبتخليها كمان من 3 لـ4 ساعات، بعدين بتصفيها وبتحطيها بعلبة صغيرة وبتبخي على جذور شعرك بعد ما بتطلعي من الحمام. لا تعقمي بس الجذور، تعقمي شعرك من المياه الكلسية، تعقمي من الشامبويات اللي كلها مواد كيماوية ورصاص. بتشيلي شوية من زيت جوز الهند، شوية صغيرة، بتعملي هيك على إيديكي وبتعملي على شعرك من تحت. ليش؟ لحتى هذا الشعر اللي يكون تحت ما يتقصف ويكون ناشف. شوية صغيرة. أول شيء زيت جوز الهند ريحته كتير حلوة وبنعم وبيعطي رطوبة رائعة وحلوة وبتاخد العقل للشعر. يفضل أنك ما تمشطي شعرك بعد الحمام ولا بقلب الحمام. بعرف كتير بنات بياخدوا المشط معاهم على الحمام، بمشطوا شعرهم بقلب الحمام، وهذا الشيء أكبر غلط وكارثة عم تعمليها لشعرك. في ناس بتروح تستخدم البلسم اكسترا مشان تمشط شعرها بقلب الحمام، هذا الشيء نوي غلط غلط غلط، ما بيصير تستخدمي لشعرك المشط وشعرك عليه مي ومبلول. بتطلعي من الحمام، حطيت التونر، حطيت الزيت على شعرك، بتجيبي المنشفه، بتلفي شعرك بالمنشفه، بتخلي شعرك لحتى ينشف بالكامل قلب المنشفة أو تنشفيه على السشوار. بتنشفيه على السشوار مو بالمشط، تنشفيه بإيديك، يعني تعملي السشوار هيك وتصيري تنشفي شعرك هيك شوي شوي. يفضل أنا اللي بعمله خلي شعري لينشف بالكامل بالمنشفة. بعد ما بينشف شعري بيجي بمشطه، ما بمشطه من فوق لحتى يعلق وينزل كلياته بإيدي، لا، مشطه هيك من تحت، تمام؟ مشط أول شي تحت هيك وبمسك الخصلة بإيدي، تمام هيك، تمام، وبعدين بجيب من فوق لتحت، من فوق هيك بنزله، بمسك مثلا كذا هيك. الشعر بده يعني عناية، يعني بدك تحسي شعرك كأنه ابنك، كأنه بيبي صغير بإيدك حتى تاخدي نتيجة كتير حلوة. بنصحك نصيحة إنك تستخدمي البودرة لشعرك إذا حسيتي إنه شعرك زيت. في ناس كتير شعرها بزيت، بتضطر إنه تتحمم يوميا، بتضطر إنه يوم إيه يوم لا. شعر بفيده كتير الزيت اللي بيطلع منه، بفيده كتير شعر إنه ما يتحمم يوميا أو إنه يوم إيه يوم لا. يفضل كل يومين الثالث لتحممي شعرك، كتير ضرر لإله كترة الحمام. لهيك وقت بتشوفي شعرك زيت أو بدك تطلعي مشوار، بودرة أطفال حطيها شوي على شعرك بيرجع كلياته كأنه ما فيه شيء، رجعي هيك شوي بالسشوار بيرجع كأنك متحممة. ما تعملي شعرك كوكينة وتحطي هون، ما تربطي شعرك بالرباطة وتعملي كوكينة وتخلي شعرك مربوط، هذا الشيء بينهي الشعر، بينهي. خلي شعرك يرتاح، خليه مفرود دائما، كل ما فتي طلعتي هيك عملي نشطي، فردي، ريحي، وخلي شعرك يرتاح وخليه مفرود. هذا الروتين كتير منيح. طبعا انتو بتعرفوا انه انا بستخدم لشعري صفار البيض مع زيت جوز الهند والخل والكركم ووصفة التفتيح لشعري، بتعرفوها كلياتها، بنزلتها صرت بأكثر من فيديو. كمان هي الوصفة بتساعد انه تقوي الشعر بشكل كتير كتير، لانه كلها بروتينات، يعني بتقوي الشعر وكلها بيوتين وكلها بروتين وزيوت. بتعرفوا الزيوت قديش منيحة للشعر، بس مو كل الزيوت بتفيد الشعر. فلهيك وقت اللي انتو بدكم تحطوا زيوت على شعركم يفضل انكم تعرفوا انتو شو عم بتحطوا. في ناس كتير بتيجي بتشيل زيت زيتون تحطه على شعره وبتقول انه شعر رح يقوى، وللأسف زيت الزيتون على الشعر لحاله من دون ما يكون مركز هو كارثة، كارثة كتير كبيرة. ما تحطي أي شيء على شعرك، ما تستخدمي أي شيء قبل ما تكوني عارفانة نتيجته. يعني مثلا أنا هلأ قلت لك هاي الوصفة، فيكي تقدري تبحثي عنها على الجوجل، بتقدري كمان تسألي دكتور جلدية خاص، بتقدري تسألي دكتورك الخاص، رح يقلك إنه ما عليها خطر، رح يقلك إنه شو الأسباب اللي إنه هاي الوصفتين زيت الخروع وكمان حبوب مانع الحمل ليش هنهم بيقووا، وعن جد عن جد رائعة وما رح تندمي أبدا إذا استخدمتيها. وكالعادة إذا عجبكم الفيديو حطولي لايك، بحبكم، بشوفكم فيديو جديد.